جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع في اليمن تحتضنها الكويت تأتي بعد أسبوع من تهدئة صمدت في بعض الجبهات وخرقتها الميليشيا في جبهات أخرى، ويترقب المواطنون هذه المفاوضات آملين أن تنهي الحرب التي أنهكتهم. وإحنا عملنا إن شاء الله يعني في الجانبين أن توقف إطلاق النار وتستمر الحياة وتعود الأمور إلى مجاريها. بالرغم من تودد الحوثيين وصالح للسعودية هذه المرة واستعدادهم لتقديم تنازلات دفعت المبعوث الأممي للتفاؤل بهذه الجولة من المفاوضات، إلا أن الجولتين السابقتين التي كان مصيرها الفشل كانت كافية ليفقد المواطنين ثقتهم بها وبأطرافها. محادثات جنيف ولم تكن هناك ثمار لهذه المشاورات، لهذا أظن أن مشاورات الكويت قد تبوء بالفشل. جماعة الانقلابيين اعتادوا على النكت بالوعود وعدم الالتزام بالاتفاقيات وجميع الالتزامات التي عليهم، فمن المتوقع أن في أي وقت يعني يتم الانقلاب على وعودهم يعني في هذه المفاوضات. مرونة تبديها الميليشيا دون تقديم ضمانات وتهدئة يستمرون في خرقها تزيد من تشاؤم المواطنين خصوصا هنا في تعز. كان الأصل بالميليشيا الحوثي والمخلوع أن تبدأ بتنفيذ قرار الأمم 22/16 بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة، وبالتالي تذهب إلى مفاوضات الحوار إن أرادت، لكنها حتى الليلة هي تمارس مجازر بحق المدنيين هنا في محافظة تعز. صعوبات كثيرة تعترض طريق السلام وسيناريوهات عديدة يشوبها الغموض تفرض نفسها، ويبقى الجميع بانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات والآمال بأن تكون الكويت المحطة الأخيرة للحل.